في موضوع آخر، يبحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع المرجعيات الشيعية في النجف أبرز التطورات السياسية وعملية الإصلاح في العراق. وتأتي زيارة العبادي إلى النجف بعد يوم من اتهام المرجعية الشيعية مجلس النواب بالالتفاف على مطالب المتظاهرين الذين ينادون بالإصلاح ومحاربة الفساد على خلفية قرار المجلس تعليق تفويض صلاحياته إلى العبادي. كما انتقدت المرجعية إجراءات العبادي قائلة إنها لم تمس جوهر الإصلاح. وقد شهدت المدن الجنوبية في العراق مظاهرات يوم أمس دعت للقضاء على الفساد وتوفير الخدمات وإصلاح القضاء.